بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي الكرام، في هذا الدرس بإذن الله سنتعرف على برنامج الأكسس، تطبيق عملي طبعا مباشرة، لأنه كما وجدت الكثير من التدريب السابق النظري لا يفيد، التطبيق العملي المباشر هو الذي يترسخ في الذهن. لذلك نقدر نقول بأن التمرين اليوم إن شاء الله بإذن الله شامل من الصفر وحتى الاحتراف، يحتوي على أشياء كثيرة في برنامج الأكسس. الذي سيتابع سيلاحظ الفرق بإذن الله تعالى. طيب، لدينا هنا بعض الأسئلة في هذا التمرين. لدينا 13 سؤال. طيب، السؤال الأول يقول: أنشئ قاعدة بيانات تمام بعنوان جامعة العلوم والتكنولوجيا. طيب، نأتي إلى هنا جديد على طول مباشرة، قاعدة بيانات. طيب، بعد كذا إيش نقول؟ جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة العلوم والتكنولوجيا. طيب، أنشأنا قاعدة البيانات، نفتح قاعدة البيانات على بركة الله. طيب، تمكين المحتوى، بعد ذلك إيش نصغر حتى نرى بقية الأسئلة، طيب، صغرناها إلى الحجم المناسب. طيب، نوسعها قليلا من هنا ومن هنا، من الأسفل ومن الأعلى، حتى نستطيع التعامل معها بحرية أكبر. طيب، لاحظ أن في شريط العنوان مكتوب إيش؟ جامعة العلوم والتكنولوجيا قاعدة بيانات، هذا هو المطلوب. طيب، المطلوب الثاني: قم بإنشاء جدول ثم احفظه باسم الكليات فيما بعد كما يلي. يعني تنشئ الجدول أولا، ما دام نقول لك قم بإنشاء الجدول ثم احفظه، يعني على طول تروح إنشاء تمام ثم تصميم جدول. تمام، لو كان قال لي أنشئ جدول وادخل فيه البيانات التالية مثلا أو كذا، فأقول له جدول، لكن قال لي ثم احفظه، يعني بعد ما أنشئه وادخل البيانات كل شيء احفظه، على طول روح تصميم ايش؟ الجدول. جينا تصميم الجدول، طيب بأول حقل رقم الكلية، قال ايش؟ رقم الكلية. طيب، رقم الكلية ما دام انه قال لي رقم، اقول له هنا ايش؟ نوع البيانات حيكون رقم. طيب، وبعدين اسم الكلية. طيب، الأسماء دائما أو عادة تكون عبارة عن نص، أخليه زي ما هو، نص مختصر أو نص ما يفرقش. طيب، بعدين التخصص هنا ذكر لي إيش؟ قرآن كريم، محاسبة، طب أسنان، يعني أسماء. الأسماء بخليها مثل ما هي، نص مختصر ما فيش أي مشكلة. طيب، بعدين عنوان الكلية أيضا عبارة عن شوارع، والشوارع هذه عبارة عن نصوص. عنوان الكلية. طيب، عنوان الكلية، وبعدين نخليه ايش؟ نص مختصر كما هو. لا يوجد لدي اي شروط اخرى في هذا المكان. لاحظ بقية الجدول، ما فيش اي شروط اخرى، فقط هذه الشروط اللي هي عبارة عن 4 حقول: رقم الكلية، اسم الكلية، التخصص، عنوان الكلية. طيب، نأتي بعد ذلك الى السؤال الثالث يقول: اجعل رقم الكلية في الجدول السابق مفتاح أساسي. هذا رقم الكلية. تمام، بأنقر في هذا المكان حتى يتحدد معي، بعدين آتي إلى هنا أنقر على إيش؟ مفتاح أساسي. إذا ما ظهرش مباشرة في هذا المكان مفتاح أساسي، ويكون عادة مثلا على الصفحة الرئيسية، آتي إلى تصميم سأجده مباشرة. الطريقة الثانية أنه أنقر بهذا الزر الأيمن على هذا المكان، وأجد أمامي هنا مفتاح أساسي، أقدر ألغي وأقدر أيضا أضيف من هذا المكان المفتاح الأساسي. طيب، عملنا المفتاح الأساسي، الآن نأتي إلى الخطوة الأخيرة اللي احفظه باسم الكليات. بعمل له حفظ، بيطالبنا باسم، الاسم ايش بكتب له؟ الكليات. طيب، الكليات، موافق. طيب، الآن أغلقه تمام، وأفتحه في طريقة عرض البيانات. طيب، أنا بحوله من اليمين إلى اليسار من خصائص الجدول، ثم آتي كل له من اليمين إلى اليسار، ثم موافق، بعدين أعمل حفظ وأغلقه وأفتحه من جديد ثاني مرة. نلاحظ أنه تحول لدينا، لاحظ، من اليمين إلى اليسار، وهذا هو المطلوب. طيب، كم معي أنا بيانات لازم أدخلها؟ كم معي بيانات، حقول وسجلات؟ هذه المطلوبة اللي لازم أدخلها في هذا الجدول. طيب، سأدخلها الآن جميعها هنا. تمام، ادخلها جميعا، ادخلتها بالكامل في هذا المكان، 1 2 3. طيب، كلية الدراسات، لاحظ ان الجدول لا يستوعب كلمة كلية الدراسات الاسلامية، اسحبه قليلا من هذا المكان بالزر الايسر. طيب، نقر وسحب.
طيب هنا اوسعه قليل. طيب بالنسبه لرقم الكليه اصغره شويه لانه عباره عن رقم فقط ما يحتاج يعني هذا الطيب الكامل. طيب انتهينا من الجدول الكليات. طيب ناتي الى الذي بعده حفظ ثم اغلاق هذا. طيب السؤال الذي بعده قم بانشاء جدول ثم احفظه باسم الطلاب. هذا الجدول يريدنا انشئه ثم احفظه باسم الطلاب. طيب على طول مثل ما قلنا على طول انشاء تمام ثم تصميم جدول. طيب كم معي حقول؟ معي حقول اول شيء الرقم الاكاديمي، هذا طبعا بيكون نوع البيانات حقه رقم، الرقم الاكاديمي. طيب الرقم الاكاديمي نوع البيانات بيكون ايش؟ رقم. طيب وبعدين اسم الطالب، اسم الطالب. طيب اسم الطالب نوع البيانات ايش بيكون؟ نص. طيب بعدين عنوان الطالب، عنوان عفوا هنا في خطا بسيط بس، والمفترض انه عنوان لا ما في مشكله، عنوان الطالب صح، عنوان الطالب، عنوان الطالب. طيب عنوان الطالب ايضا نص او نص مختصر. طيب سنه التخرج من الثانويه، سنه التخرج من الثانويه. طيب سنه التخرج من الثانويه عباره عن رقم لانه كما تلاحظ معي هنا ايش؟ 2016 2018 2019 2020 يعني عباره عن ارقام. بقول له هنا ايش؟ رقم، بقول له رقم. طيب بعد كذا معي المعدل. المعدل طبعا دائما يكون رقم. رقم، طيب وبعدين ايش معي هنا؟ ايش معي في اخر الجدول؟ اخر عمود في الجدول؟ معي رقم الكلية، رقم الكلية، رقم رقم الكلية. طيب رقم الكلية يعني اللي مسجل فيها الطالب، واحنا عندنا في الجدول السابق ثلاث كليات اللي هي كلية الدراسات الإسلامية، كلية التجارة، كلية الطب، واحد اثنين ثلاثة رقمناها. وهنا المقصود برقم الكلية يقصد به الرقم السابق في الجدول السابق. طيب رقم الكلية هذا أخليه رقم. طيب بعدين السؤال اللي بعده ايش يقول؟ السؤال اللي بعده يقول اجعل الرقم الاكاديمي في الجدول السابق مفتاح اساسي. هذا الرقم الاكاديمي مفتاح اساسي. ليش تقول لي ليش يا استاذ مثلا ما احط اسم الطالب او عنوان الطالب او سنه التخرج او المعدل تمام او رقم الكليه مثلا رقم او مفتاح اساسي؟ يقول لك عفوا لا استطيع. ليش؟ المفتاح الاساسي يشترط فيه الا يتكرر. لاحظ معي من هنا من 1800 الى 1810 كل طالب لديه رقم اكاديمي مختلف. طيب لو عملت الرقم الاكاديمي مثلا باسم الطالب صعب لانه قد يتشابه معي اسم طالب او طالبين. قد ياتيني مثلا طالب اسمه محمد صالح محمد مستوى اول، وياتيني طالب اخر اسمه محمد صالح محمد مستوى رابع، تشابه معي. فصعب اني اعمل مفتاح اساسي لبيانات متشابهه، لحقول متشابهه. يشترط الا تتشابه اطلاقا، يعني لا تتكرر، لا تتكرر ابدا. كمان لاحظنا رقم الكليه، ليش عملنا هنا رقم الكليه مفتاح اساسي؟ لانه كان واحد اثنين ثلاثه غير متكرره. وكذلك هنا، وكذلك هنا لا نستطيع عمل ايش؟ مفتاح اساسي الا اذا كانت غير متكرره. ونلاحظ ان الرقم الاكاديمي عاده في الجامعات لا يتكرر، لذلك نستطيع ان نجعله مفتاح ايش؟ اساسي. طيب والان نحفظ، نحفظ. طيب هو قال احفظه باسم ايش؟ باسم الطلاب، باسم الطلاب، احفظه باسم الطلاب. طيب انتهينا من الحفظ باسم الطلاب. طيب اغلقه، اغلقه وافتحه ثاني مره. تمام لاحظ انه من اليمين لليسار على نفس ال عفوا هنا من اليسار الى اليمين، من اليسار الى اليمين، احوله من اليمين لليسار مثل ما تعلمنا سابقا. تمام احوله من اليمين لليسار مثل ما تعلمنا سابقا خصائص. بعدين بنقول له من اليمين الى اليسار موافق، واعمل له حفظ. تمام حفظ ثم اغلقه اغلاق ثم افتحه ثاني مره. ولاحظ التغيير، لاحظ انه تغير من اليمين الى اليسار. طيب اعبي البيانات هذه المطلوبه، هذه البيانات في الجدول اعبيها الان كامل. طيب اعبيها الان كامل. تمام ادخلها، ادخلها في السجلات كلها. تمام ادخل السجلات هذه كلها، ادخلنا هذه السجلات كلها ادخلناها كامل. طيب نلاحظ ان بعض الاسماء تحتاج الى توسيع للحقل. توسيع ليش؟ للحقل. والله انقر هنا واسحب فقط، ما فيش اي مشكله، انقر واسحب.
حتى يتوسع. بالنسبة للرقم الأكاديمي ممكن أصغره شوية، عنوان الطالب ممكن أصغره شوية، سنة التخرج من الثانوية ممكن أكبره شوية حتى تظهر لي كلمة الثانوية، تمام؟ يعني أتعامل معه بالطريقة التي أراها أنا مناسبة. طيب بالنسبة للمعدل ممكن أصغره لأنه ما يحتاج كل هذه المساحة. طيب وبالنسبة للرقم الكلية ممكن أيضا إيش إني أصغر أو أضيق الحقل. طيب انتهينا من تضييق الحقول ومثل ما قال إيش الضبط. طيب نعمل حفظ ثم إيش إغلاق، أغلقنا. طيب الآن أنشأنا الجدولين المطلوبين اللي هو الطلاب والكليات. والآن نأتي بعد ذلك إلى السؤال، إلى السؤال الخامس أو السادس، عفوا السادس. يقول لك السؤال السادس: من تبويب أدوات قاعدة البيانات ثم من مجموعة علاقات اختر الأمر علاقات. نقول تبويب أدوات قاعدة البيانات. طيب بعد تبويب أدوات قاعدة البيانات في معنا مجموعة أدوات وماكرو والعلاقات وتحليل ونقل البيانات والوظائف الإضافية. إيش يشتهوا؟ يريد العلاقات. نأتي إلى العلاقات، بعدين من العلاقات قال اختر الأمر علاقات، اختر هذا الأمر علاقات، اخترنا. طيب بعد ما اخترنا الأمر علاقات قال اسحب الجدولين، جدول الكليات ثم جدول الطلاب، هذا جدول الكليات اسحبه. إلى فين؟ إلى المساحة الفاضية هذه، المساحة الفارغة، سحبت جدول إيش؟ الكلية. طيب بعدين اسحب إيش؟ جدول الطلاب، أنقر عليه كذا بالزر الأيسر من الفارة وأسحبه. طيب سحبنا، طيب سحبنا الكليات وسحبنا إيش؟ الطلاب. طيب بنكبر شوية عشان شريط التمرير هذا الذي هنا يختفي، وممكن حتى تكبر كذا ما في أي مشكلة. طيب وبعدين ثم قم بسحب الحقل رقم الكلية من الجدول الكليات، هذا الجدول الكليات، تمام؟ هذه العلاقة تختص بجدول الكليات. قال إيش؟ قم بسحب رقم الكلية من جدول الكليات إلى فوق رقم الكلية من جدول الطلاب. رقم الكلية من جدول الكليات إلى فوق رقم الكلية من جدول الطلاب، هذا جدول الطلاب وهذا رقم الكلية. شوف طيب إيش ظهر لي؟ ظهر لي هنا تحرير علاقات، ظهر لي تحرير علاقات. طيب ولاحظ ظهور علاقة رأس بأطراف، هذه النوع العلاقة دي رأس بأطراف، تمام؟ ثم اختر من النافذة زر إنشاء مع فرض التكامل المرجعي والخيارات الباقية التي أسفله، ثم اغلق واحفظ العلاقات ثم التي قمت بإنشائها. يقشينا قبل ما أعمل إنشاء يريد أنا إيش أعمل؟ أعمل فرض التكامل المرجعي، فعمل تتالي تحديث الحقول وتتالي حذف السجلات، على أساس لو غيرت بعدين في أي مكان يتغير في البقية، لو حذفت في أي مكان يحذف في البقية أو يظهر لك رسائل خطأ أو يظهر لك رسائل إنه يقول لك بيحصل تغييرات في بقية الجداول. طيب بعدين بعمل إنشاء، عملنا إنشاء. طيب بعمل حفظ، عمل إيش حفظ؟ ثم إيش؟ إغلاق. طبعا إغلاق من هنا أو إغلاق من هنا، أي مكان تريد. طيب الآن أنشأنا علاقة، الآن أنشأنا علاقة رأس بأطراف. طيب بعد كذا السؤال اللي بعد كذا، السؤال اللي بعد كذا يقول لك قم بإنشاء استعلام، تمام؟ وهذا هو المهم. الخلاصة الجداول هذه كلها والإنشاء والعلاقات والقواعد هذه كلها الاستعلامات والتقارير. طيب قم بإنشاء استعلام يظهر أسماء الطلاب الذين معدلاتهم أكبر أو تساوي 90، واحفظه بعنوان الطلاب الحاصلون على امتياز، واحفظه بعنوان إيش؟ الطلاب الحاصلون على امتياز. طيب طيب نأتي إلى هنا، نأتي إلى هنا، نروح أول حاجة إلى إيش؟ إنشاء، وبعدين نروح لحاجة اسمها معالج الاستعلامات. طيب بعدين نختار زي ما هنا موجود معالج الاستعلامات البسيطة، قل له موافق. طيب هو يريد مني إيش؟ يريد مني إيش؟ أسماء الطلاب، معناته أجي الجدول إيش؟ الطلاب، أنا في جدول الطلاب، تمام. أجي اسم الطالب وأعمل له بالسهم هذا، السهم المفرد، تمام؟ وبعدين إيش قال؟ الذين معدلاتهم، يعني آخذ المعدل أيضا معي كمان. طيب أخذت المعدل أيضا معي، تمام؟ التي تساوي أكبر أو تساوي 90% أحفظه بعنوان الطلاب الحاصلون على امتياز. طيب التالي، وبعدين أقول له إيش؟ التالي، وبعدين هنا مكان الاسم أقول له إيش؟ الطلاب الحاصلون على امتياز، بكتب هنا الطلاب الحاصلون على امتياز، وبعدين أعمل إنهاء. انتهيت من إنشاء إيش؟ استعلام، انتهيت من إنشاء الاستعلام الذي أريده. طيب طيب في هنا معاه شروط، في هنا أوسع قليلا فقط، أوسع قليلا. طيب أعمل حفظ بس وأغلقه، أغلقه ثم أفتحه مرة أخرى. طيب في عنده شروط، يقول لك معدلاتهم أكبر أو تساوي 90. طيب باجي أفتحها في طريقة عرض إيش؟ التصميم، تمام؟ وباجي هنا خانة المعدل، لاحظ معي هنا حقل المعدل،
في معنى كلمة المعايير، هذه لا ما يقابلها تحت المعدل هنا في هذا المكان بالضبط. أقول له أكبر الشرط حقي إيش؟ أكبر اللي شفت وزاي أكبر أو تساوي 90، يعني ما تظهر ليش كل الطلاب، أظهر لي الطلاب فقط اللي معدلاتهم فوق 90 اللي هم حاصلين على امتياز، وأعمل إنتر وأعمل إيش؟ حفظ حفظ تمام، ثم إغلاق وأفتحه مرة أخرى، أفتح الاستعلام. شوف أنا الآن لاحظ في كائنات ايش؟ الاستعلامات، كائنات استعلامات، كائنات الاكسس طبعا معروفه، جداول ونماذج واستعلامات وتقارير. الان في الاستعلامات، طيب بنقر عليه نقرتين. لاحظوا ان قبلي فقط ايش؟ طالبين، طالبين فقط من الطلاب جميعا اليوم حاصلين على كم؟ على درجات فوق 90، اكبر او تساوي 90. هذه دعاء عصام حصلت على 90 تمام، وهذه 95 احمد عبد الرحمن السعدي. طيب هذا بالنسبة للاستعلام الأول، خلاص بغلقه، هذا الاستعلام الأول طبقته وطبقت الشرط فيه. طيب البعد كذا قم بإنشاء السؤال الثامن، قم بإنشاء استعلام يظهر اسم الكلية واسم الطالب. لا ركز هنا، هنا يقول لك اسم الكلية معناته من جدول الكليات، واسم الطالب معناته من جدول ايش؟ الطلاب. طيب والمعدل من جدول ايضا الطلاب، احفظه باسم الكليات والطلاب. طيب حلو جدا، حلو جدا. لازم الآن ايش اعمل؟ روح ثاني مرة حاجة اسمها إنشاء تمام، بعدين معالج الاستعلامات، وبعدين معالج الاستعلامات البسيط، وبعدين يقول لي، قال لي أول حاجة قم بإنشاء استعلام يظهر اسم الكلية، يعني باقي لي فين؟ الكليات تمام، وبعدين بقول له اسم الكلية آخذه تمام، وبعدين يظهر اسم الكلية واسم الطالب والمعدل، بعدين باقي لي هنا الجدول الطلاب، وبقول له اسم الطالب تمام والمعدل. طبعا المعدل او اي واحد تريد تختاره من هنا ممكن تقر عليه نقرتين فقط يكفي بدون السهم هذا، المعدل بنقر عليه نقرتين تمام. طيب قم بانشاء استعلام يظهر اسم الكليه واسم الطالب والمعدل، واحفظه باسم الكليات والطلاب. طيب بعمله التالي تمام، التالي واحفظه باسم الكليات وايش؟ والطلاب. اها كله كنت تمام، الكليات والطلاب، ذا الاسم كتبناه هنا الكليات والطلاب. طيب وبعمل له ايش؟ انهاء. اجي اشوف شغل فعلا جاب لي كل كليه تمام، مثلا كليه الدراسه الاسلاميه كم يدرسوا فيها طلاب؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. كليه التجاره كم فيها طلاب؟ واحد تمام اثنين ثلاثه. كليه الطب واحد اثنين ثلاثه اربعه، هذا الذي اريده. والمعدلات حقهم مع ايش؟ مع المعدلات حقهم، يعني كل كلية مع كل الطلاب اللي يدرسوا في نفس الكلية مع المعدلات. طيب هذا هو كان ايش؟ شرطي، هذا هو كان شرطي ايش؟ استعلام يظهر اسم الكلية ثم اسم الطالب ثم المعدل، وحفظناه باسم ايش؟ باسم الكليات والطلاب. طيب للتأكيد فقط حفظ ثم اغلاق مرة أخرى. طيب انتهينا من السؤال الثامن، طيب نأتي للسؤال التاسع. قم بإنشاء استعلام يظهر اسم الطالب والتخصص. يعني ايضا بدخل للجدولين، جدول الطلاب وجدول ايش؟ الكليات، لان التخصص موجود فين؟ الكليات. طيب شريطة ان يكون معدله اكبر من 80 وخريج 2016 فقط، يعني لا اشترط عليه الطالب لازم يكون خريج 2016، وسميه باسم خريجه 2016. حلو جدا. اتي الى انشاء ثم معالج الاستعلامات تمام، ومعالج الاستعلامات البسيطة، وبعدين اروح اول حاجة لفين؟ قال انشاء يظهر اسم الطالب، باقي لي جدول الطلاب، واقول له جيب لي اسم الطالب نقرتين، وبعدين اسم الطالب والتخصص، اجي لفين؟ اجي للكليات تمام؟ ومن الكلية اخذ ايش؟ التخصص نقرتين على التخصص. طيب شريطة ان يكون معدله، يعني باخذ ايضا من الطلاب ايش؟ المعدل، باخذ من الطلاب المعدل. طيب المعدل اكبر من 2000 من 80 وخريج، يعني اخذ ايضا من الطلاب سنه التخرج تمام فقط، وسميه باسم خريجه 2016. طيب لازم تكون شغلك ايش؟ واضح، وتكون عارف الشروط وعارف المطلوب منك. طيب يقول ايش؟ سميه باسم خريجه 2016، وسميه خريجه 2016 تمام، خريجه 2016 انهى. نشوف ايش يجيب لنا فعلا، قبل اسم الطالب، قبل التخصص حقه تمام، قبل المعدل، المعدل وقبل سنة التخرج تمام، بس ما قبلش 2016، ما قبلش 2016، انا اشتي فقط اللي معدله اكبر من 80
تمام، وخريج 2016. طيب هي طالب هنا حنان محسن، هذه معدلها 70، اذا في معي مشكله ايش اعمل؟ اروح لها هنا، اعمل له اولا هنا حفظ واغلاق، تمام، حفظ ثم اغلاق. طيب وبعدين اتي الى هنا تصميم، انقر عليه بالزر الايمن واعمل له تصميم، عرض التصميم. طيب هو يشتي مني في المعدل، في المعايير، شوف لاحظ كلمة المعايير في هذا المكان مقابلها مباشرة هنا في المعايير، يريد مني في المعايير ايش؟ انه يكون معدله اكبر ايش؟ اكبر من 80. اقول له اكبر الشفت والزاي طبعا ايش؟ اكبر من 80. طيب وايش كمان؟ سنة التخرج ايش المعيار حقها؟ سنة التخرج 2016، اقول له يساوي 2016 فقط، ما اريد غيرها. طيب واتي اتاكد الان، اعمل حفظ واغلاق واتاكد اذا كان الاستعلام مشى معي تمام. لاحظ ان تقلص الطلاب من مجموعه كبيره الى طالبين فقط، ليش؟ اولا معدلاتهم اكبر من 80، معي طالب 95 وطالب 82 اكبر من 80، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني انه يكون 2016 فقط، احضر لي اللي هم ايش؟ استعلم لي على الذين هم خريجي 2016، وهذا هو المطلوب في السؤال رقم 9. طبقنا، طيب نعمل ايش؟ حفظ ثم اغلاق. طيب حفظ ثم اغلاق، انتهينا من خريجه 2016. ناتي بعد ذلك الى قم بانشاء استعلام، السؤال 10، قم بانشاء استعلام يظهر كل حقول الجدولين تمام عدا حقل رقم الكليه، وابدا فيه بجدول الكليات وسميه باسم استعلام شامل. طيب يريد مني استعلام، ناتي الى استعلام، معالج الاستعلامات، موافق. طيب وش مني ايش؟ قال قم بانشاء استعلام مظهر يظهر كل حقول الجدولين عدا حقل رقم الكليه، يعني في جدول الطلاب رقم الكليه هذا ما باخذوش، وفي جدول الكليات رقم الكليه هذا ايضا ما باخذوش، باخذ فقط بقيه الحقول، بقيه الحقول. طيب وابدا فيه بجدول الكليات، يعني اول ما ابدا اشتغل ابدا اشتغل على جدول الكليات. طيب جدول الكليات مثل ما قلنا رقم الكليه هو لا يريده، رقم الكلية لا يريده، يريد اسم الكلية والتخصص تمام وعنوان الكلية. طيب وبعدين اجي للطلاب واجيب كافة البيانات عدا ايش؟ عدا رقم الكلية، رقم الكلية. طيب رقم الكلية ما باخذوش، يعني من الجدولين استثنينا ايش؟ رقم الكلية، لانه قال عدا حقل رقم الكلية، وابدا فيه بجدول الكليات، بدانا فيه بجدول الكليات بعدين بجدول الطلاب تمام؟ بعدين التالي. طيب نسميه باسم ايش قال؟ نسميه باسم استعلام شامل، استعلام شامل. طيب انهى، طيب انهى. طيب استعلام الشامل هذا لاحظ معي، لاحظ معي الاستعلام الشامل، قبلك اسم الكليه والتخصص وعنوانها، وبعدين قبلك الرقم الاكاديمي واسم الطالب تمام؟ وقبلك عنوانه، وقبلك عنوان الطالب، وقبلك سنة التخرج من الثانوي، قبلك المعدل، يعني جاب البيانات كلها، البيانات كلها في الجدولين عدا حاجة فقط، حاجة اللي ما جابهاش اللي هي ايش؟ رقم الكلية، وهذا اللي استثنينا، هذا الذي استثنينا وهو المطلوب، وهو المطلوب. طيب هذا سمينا بايش؟ اسم استعلام شامل حسب ما طلب مننا في السؤال. طيب بعد كذا السؤال 11، قم بتصدير الاستعلام في السؤال رقم 8 الى ملف اكسل ثم بي دي اف واحفظهما في مقلد ام 5. طبعا السؤال رقم 8، فين السؤال رقم 8؟ هذا السؤال رقم 8 اللي هو استعلام يظهر اسم الكليه واسم الطالب والمعدل، احفظه باسم الكليه والطلاب. فين الاستعلام اللي باسم الكليه والطلاب؟ هذا. انقر عليه بالزر الايمن تمام، واعمل له تصدير الى ايش؟ ايش يشتي هو؟ قال الى ملف اكسل، ملف اكسل، بقول له ملف اكسل تمام. بختار مثلا سطح المكتب، بختار سطح المكتب تمام. نفترض ان مقلد ام 5 موجود في هذا المكان، نفترض ان مقلد ام 5 موجود في هذا المكان. طيب واحفظهما في مقلد ام 5 تمام، هذا اكسل حفظته في هذا المكان، وبعدين اعمل له ايش؟ موافق تمام، اغلاق تمام. لو اتيت الى سطح المكتب، لو اتيت الى سطح المكتب سألاحظ أنه قد انحفظ معي في سطح المكتب، انحفظ معي فين؟ في سطح المكتب باسم ايش؟ باسم الطلاب، باسم
عفوا الكليات والطلاب اهو قدامك ملف اكسل. طيب ناتي بعد ذلك الى تصدير ايش؟ قم بتصدير استعلام في السؤال رقم 8 الى ملف اكسل ثم بي دي اف. صدره الى ملف بي دي اف، تصدير الى ملف بي دي اف، له بي دي اف هنا تمام. وبعدين اختار سطح المكتب، له سطح المكتب اخترناه تمام، واعمل له ايش؟ نشر تمام. الان بينفتح معي ملف بي دي اف تمام، اغلاق تمام، انفتح معي اهو، انفتح معي تمام الملف الذي اريده، الملف الذي اريده حسب الجدول المطلوب. الجدول هو كان عنوانه ايش؟ الكليات والطلاب، هذه الكليه وهذا الطالب تمام، والمعدل الذي ذكر حسب السؤال. طيب انتهينا من السؤال هذا، انتهينا من السؤال رقم 11. طيب ناتي للسؤال رقم 12. السؤال رقم 12 ايش يقول؟ قم بانشاء تقارير لكل استعلام من الاستعلامات السابقه في الاسئله 6 و7 و8 و9. يعني السؤال رقم 6، عفوا السؤال رقم 6 مش داخل، في غلطه هنا في السؤال، هو يريد الاستعلامات من هنا، يعني من 7 و8 و9 و10. 7 و8 و9 و10، 6 لا يدخل في السؤال هذا، 7 و8 و9 و10. طيب 7 و8 و9 و10، 7 هنا 7 هذا اللي هو ايش؟ استعلام يظهر اسماء طلاب سمينا باسم الحاصل على الامتياز. هذا الحاصل على الامتياز يريد ان اعمل منه ايش؟ يريد ان اعمل منه ايش؟ استعلام او ايش؟ قم بتصدير يريد ان اعمل منه تقرير، عفوا تقارير، تقارير تقارير. اتي الى هنا تقرير تمام، وبعد ان انقر طبعا على الاستعلام الحاصلون على الامتياز تمام، الطلاب الحاصلون على الامتياز، اعمل ايش؟ تقرير تمام، واجعل التصميم ملائم واتجاه الورقه افقي. التصميم ملائم يعني ايش؟ يعني لازم اضبطه قليلا، مثلا زي هذا اسحبه، اسحبه لهنا تمام عشان يتزن، او الى اسفل الصفحه تمام. هذا ايضا شوف ايش المشكله في هذا الاشكال في هذا المكان، انسقه يعني جعل الاستعلام ملائم ومناسب، اضبطه يعني نسقه، نسقه، اعمل له تنسيق، اعمل له ايش؟ تنسيق، اوزن الكتابه يمين شمال فوق تحت يسار، وعلى هذا الحال. طيب بالنسبه لاعداد الورقه، من اعداد الصفحه يريدها افقي، اضغط ايش؟ افقي، اضغط ايش؟ افقي. وبعد كذا اقول له تمام طريقة عرض التقرير، التقرير بيظهر لي بهذا الشكل، وإذا أردت أني أطبعه لاحظ معاينة قبل الطباعة تمام، بيظهر لي بهذا الشكل، أقدر أكبر وأصغر، أكبر وأصغر. هذا بالنسبة للتقرير الأول تمام، نعمل له حفظ ثم تمام ثم إغلاق، ثم إغلاق. طيب نلاحظ أنه ترحل معي إلى فين؟ ترحل معي إلى تقارير، الكائن الأخير من كائنات الأكسس هو التقارير، ترحل معي، أقدر أفتحه ثاني مرة ما في مشكلة، وأقدر إيش؟ أغلقه. طيب التقرير اللي بعده اللي هو إيش؟ رقم 8، رقم 8 اللي هو كان اسمه إيش؟ الكليات والطلاب، الكليات والطلاب، انقر عليه نقرتين، آتي إلى إنشاء، آتي إلى إيش؟ تقرير، واضغط على تقرير تمام، وأحوله إيش؟ من إعداد الصفحة إلى أفقي، ولو يحتاج أي ضبط أضبطه، لو شفت أي عمود، شفت مثلا حقل كبير ما يحتاج تصغير مثلا زي هنا معانا هذه الكلية، ممكن أصغرها قليلا لهذا الشكل. الأسماء أيضا ممكن أني أنقر على واحد منهم وأسحبه ويستحب معي البقية، هذا بالنسبة للتقارير. طيب المعدل أيضا معدل كبير، كني أصغره قليل تمام، بهذه الطريقة أوزن تمام، أوزن أوزن التقرير، أوزن التقرير وأضبطه بالشكل المناسب. طيب الرقم 11 هنا ايش يقصد بالرقم 11؟ 5 6 7 8 9 10 11، يعني 11 طالب، 11 ايش؟ طالب او 11 سجل. طيب بعمل له حفظ تمام تمام باسم نفس الاسم ما في اي مشكله، تلاحظ انه ترحل الى هذا المكان، ترحل الى هذا المكان واغلقه. طيب وبعدين وبعدين رقم 8 رقم 9، رقم 9 اللي هو كان اسمه خريجو 2016، انقر عليه نقرتين خريجو 2016، وروح لانشاء وروح لتقرير. طيب على طول انشاء لي ايش؟ تقرير، انشاء لي تقرير، اذا احتاج ضبط اضبطه ما فيش عندي اي مشكله، ممكن اصغر، ممكن اكبر، زي هنا طب الاسنان كبير مره ممكن اصغره عادي ما فيش اي مشكله تمام،
زي المعدل هنا كبير مره ممكن اصغره. طيب زي سنه التخرج من الثانويه، هذه صح الرقم صغير لكن العنوان كبير. شوف سنه التخرج من الثانويه العنوان كبير، ما اقدرش اعمل معه اي حاجه. طيب لكن ممكن اصغر حق طب الاسنان هذا، ممكن اصغره زياده اكثر من كذا على اساس يتوازن معي، على اساس يتوازن معي. تمام، الاسماء ممكن اصغرها انا شيء مشكله علشان يتوازن معي. تمام، طيب التقرير هذا ممكن اني اسحب ايضا هذا، ماشي مشكله. تمام، اسحبه للنص، اسحبه لاي مكان. انت في الاخير هذا الضبط عليك انت، حسب ذوقك انت. طيب احولها الى افقي، حولناها الى افقي، ماشي اي مشكله. عمل لها حفظ ثم اغلاق. تمام، هذا بالنسبه للاستعلام. تمام، التقرير عفوا، بالنسبه للتقرير الثالث ومن الاستعلام الثالث. طيب ثلاثة تقارير لدينا الآن، ثلاثة تقارير. طيب التقرير الرابع من فين؟ من سؤال عاشر، هذا السؤال العاشر، هذا السؤال العاشر. طيب قم بإنشاء، قم بإنشاء استعلام يظهر حق كل حقول الجدولين عدا حق رقم الكلية. ايش سميناه؟ سميناه باسم استعلام شامل. ناتي للاستعلام الشامل نفتحه. تمام، إنشاء. تمام، تقرير، وخلاص انشئ لي على طول تقرير. انا اضبطه مثل ما قلنا سابقا، اضبطه بحسب البيانات اللي اريد. اولا حوله ايش؟ افقي، حول الفقره الصفحه الى التقرير عفوا الى افقي، وبعدين اوزن، بعدين ايش اعمل؟ اوزن. تمام، اتي مثلا الى العنوان الطالب واوزنه، اتي بعد كذا الى مثلا اسم الطالب واوزنه، على اساس ايش؟ ينضبط معي في صفحه واحده ويكون التقرير شكله ملائم، لانه في الاخير هو تقرير لازم يكون شكله ايش؟ ملائم. الرقم الاكاديمي طويل جدا مثلا في هذا المكان، اصغره، اضيق عرض الحقل، ما عندي اي مشكله. هذه كلها انت تقدر تشتغلها، انت تقدر تشتغلها كطالب، كباحث، كدارس، كمتعلم، تقدر ايش تستخدمها وتشتغلها بطريقتك المناسبه. والاكسس هو بحر، الاكسس هو بحر، بحر كبير جدا جدا جدا. نحن اخذنا منه الجزء اليسير، اخذنا منه الجزء اليسير لكنه شامل. الذي اخذناه هذا الان هو عباره ايش؟ شامل، شامل. تمام، الذي اخذناه الان شامل، يشمل اشياء كثيره. طيب، طيب وبعد كذا ناتي الى حفظ، حفظ التقرير ثم ايش؟ اغلاق ثم نغلقه. نلاحظ انه ترحل معنا الى كائنات ايش؟ التقارير، الى كائنات التقارير. طيب انتهينا من هذا السؤال اللي هو رقم 10 استعلام شامل، عملنا له. ايوه تمام، كم لدينا استعلامات؟ 1 2 3 4. كم لدينا تقارير؟ 1 2 3 4. انتهينا من هذا السؤال. طيب قم بتصدير التقارير السابقة جميعها إلى ملفات بي دي اف، يعني لازم أصدر هذه كلها، أصدر هذه كلها إلى ايش؟ إلى بي دي اف، أصدرها كلها إلى ايش؟ إلى بي دي اف. تمام؟ لو لاحظ إني لو حددتها جميعا وعملت تصدير بالزر الأيمن يتفعل معي خيار التصدير، ضروري على واحد واحد. طيب أنا بصدر فقط مثلا استعلام شامل، أعمل له تصدير إلى بي دي اف وأحفظه مثلا في سطح المكتب أو مجلد ام 5، ما عندي أي مشكلة. في الأخير أنت تحفظه في المكان الذي تريد. تمام، استعلام شامل بي دي اف، وبعدين خلاص صدر له الى بي دي اف هذا الاستعلام الشامل. تمام، انتهينا من الاستعلام الشامل. طيب وبعدين الحاصلون على امتياز بعمل له تصدير بالزر الايمن الى بي دي اف، ما فيش اي مشكله. تمام، واعمل له نشر. طيب وانتهينا من الطلاب الحاصلون على امتياز، وكذلك الكليات. تمام، نفس الفكرة، تصدير تمام إلى بي دي اف وسطح المكتب. طبعا أنا أصدر سطح المكتب المطلوب في السؤال إلى مجلد ام 5، أنت اعمل لك مجلد ام 5 وصدر إليه، وصدر إليه. تمام، طيب يقول لي موجود مسبقا لأنه قد صدرنا سابقا اللي هو كان ايش؟ بي دي اف اللي هو كان اللي هو كان الاستعلام في السؤال رقم 8، صدرناه الى بي دي اف. تمام، يعني ما يحتاج عدد هذا نصدره، او ممكن نصدره كتقرير لانه هو عباره عن تقرير، ممكن اضيف هنا كلمه واحد اعمل له ايش؟ نشر، ما في اي مشكله. الاخير انت كمستخدم للحاسوب لازم يكون عندك قليل من الذكاء لكي تتعامل مع مثل هذه المشاكل الطارئه. طيب بعدين خريجو 2016 اعمل له ايش؟ تصدير الى بي دي اف، واختر مثلا سطح المكتب من هنا، سطح المكتب او من هنا او من اي مكان، واعمل نشر. تمام، انتهينا من خريجو 2016 كما تلاحظ، وهذول خريجو 2016 سنه التخرج حقهم. هذا التصدير هو مثل الطباعه، كانك طبعته طباعه، اللهم نحن حولناه الى
PDF. بهذا نكون ان شاء الله باذن الله انتهينا من شرح موسع وشامل الاكسس من البدايه الى النهايه، وما تبقى بينهما ما بين هذه الاسئله كلها عباره عن تفاصيل. ما بين هذه الاسئله مثلا بقيه هذه التبويبات، بقيه الحقول، بقيه الاعمده، بقيه الازرار، هذه كلها عباره عن تفاصيل انت مع الشغل والممارسه تستطيع ان تتعلمها. نحن الان اخذنا اكثر من كائن، اخذنا كائنات جداول، اخذنا كائنات استعلامات، اخذنا كائنات تقارير، باقي ايضا نماذج فقط، والنماذج هي في الاخير تسهيل عمليه ادخال في الجداول، ما تفرقش كثير. تمام، ان شاء الله باذن الله يكون وفقنا في توصيل الدرس المناسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.